مرحبا، اليوم بدنا نعمل كيك. كيك على ليمون. شو بدنا للكيك؟ طحين وزيت وسكر وعصير وبيض وفانيليا وباكن باودر ورصة ملح وبرص ليمون. بدنا للكيك أول شي منكسر البيض، نحط معه سكر ونخلطهم منيح منيح منيح. نجيب الزيت والليمون وهلا بدنا نزيد الطحين والبيكنج باودر. خلطنا المكونات حركناهم منيح. هلا بدنا نحط بالصينية ودهنينا زيت. هلا بدنا نحطها بالفرن لتصير الطوق. يامي. بعد بطل الصيوب يخلص. يامي. هلا صرنا نقطعه من الفرن صار خالص. هلا الكيك صار دهن.